شاهد الإعلام التونسي ماذا قال عن عن بيتكوفيتش، وماذا قال عن محرز وبليلي وانجينز المساعد بيتكوفيتش، وماذا قال عن أمور كثيرة. يلا نسمع، أتمنى من الأخوة وضع اللايك والاشتراك، هيا بنا نسمع. على الجزائر والإطار الفني ونادين غيز مدرب الأولمبي الباجي السابق اللي عزز الإطار الفني وجد امبارح حديث على عديد اللاعبين الجزائريين اللي ما يذكرونش اللغة الفرنسية، وذكرنا قد مداوي في نيس ما يحكيش، كيف يوسف البلالي في عديد المرات طلبوا منه أنه يجري حوارات باللغة الفرنسية لكن حكى باللغة العربية. فما اكسبسيون وجدي، فما لاعبين حقيقة أنا أبهرني هو العربي هلال السوداني، العربي هلال السوداني لاعب منتخب الجزائري اللي ينجم يستدعى بيتكوفيتش يلعب وين؟ سنة في ماري بور سلوفين. امبارح شفت انترفيو يحكي باللغة السلوفينية بطريقة، يحكي كرواتي، يحكي سربي، يحكي سلوفيني، يحكي انجليزي، يحكي عربي بطبيعة، ويحكي فرنسي ويحكي برتغالي. معناها ما شاء الله عليه. كان شفت الانترفيو ما نعرفش تعدى قدامك ولا لا في فريق ماري بور، ما شاء الله عليه. كيليان مبابي مثلا حكينا عليه يحكي الإسبانية منذ سنوات بطلاقة، يحضر في روحه ريال مدريد، يحكي الإنجليزية. البارح سمعت حوار باللغة الإنجليزية كيليان مبابي، صدقني معناها تقول نيتيف انجلش سبيكر، معناها تقول يحكي إنجليزية منذ نعومة أطفاله. مبابي اي يتعلموا معناها في الأوروب البرة يتعلموا، والملعبية أكيد فن الاتصال هذاك يدرس ويتقرا، حاجه ما عندناش منها برشا في تونس في عالمنا العربي. واشتي الحقيقه ما فماش ديما نقول شوف سورتو راهو او نيفو دي جون امين، نحكيو على لا فورماسيون، ديما نقولوا في لي كلوب اوني اون تران دو فورمي دي سيتويان القدام. نجم طلع ان بونجور، مي لازم يكون زاد مش نقول قاري يا حب هذاك قاري، لكن مثقف وعنده ثقافه فما لو مينيموم. تنجم تكون ما تعملش اون كارير كوم ان جوار، تعمل كارير كوم ان ريسبونسابل كوم ان ديريجون كوم طبيب محامي، تنجم تكون تطلع عنصر فاعل في المجتمع، وهذا يبدا من لي كلوب، يبدا من هو نقص غير موجود في لي كلوب نتاعنا الحقيقه. بيان سور هوني هذا ديباك بالياس نتاع الثقافه والقرايه، وماذا بينا نطلعوا من لاعب حتى في الانترفيو يعرف يتكلم ويكون عنصر فاعل في المجتمع ويكون ماناش تبع الثقافه كيما قلت لي انت. عربي هو فما اجتهاد راه كيما اللاعب كي المدرب اليوم مدرب سوا ديزون، ديما نقول مثلا المدرب في تونس يا خويا انت طونكو احنا اون فيز كيما قال عبد الستار اون فيز دالي لوان، باش نمشيو الخليج، نمشيو للبلدان العربيه. تحكي انجليزي يا خويا، يلزم على الاقل فما اجتهاد، يلزم خويا يلزم تعمل حاجه غير المدرب الاخر، تمشي تقرا انجلي، تتعلم تتحسن، حتى كان عندك اللغه الانجليزيه سوا ديزون تحسن لغتك. لا كوميونيكاسيون اي تري امبورطون. تو انت جبت اكزامبل العربي السوداني، حتى احنا عندنا لاعبين في تونس راهم يحكيوا لغات الكل برا، دونك عشت برا هو ابارامون من مشلف كوميلونس طلع غادي ماهوش مولود برا، معناها تريزون راك حتى ما تعرفش ماكش قاري، معناها راكش خرج سوداني من الجزائر، خرج في عمر 24 سنه اي عادي، معناها شوف اللغات يتعلمها في البرتغال. كريم حقي يحكي الموليو، في كريم حقي خرج صغير، كريم حقي زاد عنده درجه من الذكاء الحقيقه، درجه كبيره من الذكاء كريم حقي ما شاء الله عليه. معناها هو عديد الملاعبيه اللي نجموا نذكروا راديج عايدي زاد مثلا، راديج عايدي اي، لكن نحكي لك عليه لهنا على الفورماسيون هنا يا وجدي، نحكي لك على التكوين هنا عبد الستار اللي غير موجود فيما يخص الاتصال. اكيد ما فماش تكوين وما فماش الجمعيات اخر همها راهي انه باش تخرج لاعب يتقن الاتصال ويتقن اللغات، هذه راه مش مهمه، ينجم يضر صالح معناها، ينجم يضر عبد الستار لاعب يخرج بعد مباراه يقول نابورت كوا، يضرك يضرك يضر الفريق ككل. ايش نقول لك انا تو كنت في بلاد انجلوفون، اللاعبين يفهموا الانجليزيه ما يفهموش الفرنسويه، باش تحكي بهم معاهم بالرواندي ولا بالانجليزي؟ تحكي معاهم بالرواندي مستحيل باش تحكي معاهم بالانجليزي. فما زاد في الانجليزي شكون ما يتقنش الانجليزيه بالكدا، ما يفهمش الانجليزي، اش تفهمنا وقتها مع رئيس النادي باش نجيبوا استاذ انجليزي، لانه الفريق يحب يسوق اللاعبين نتاعو خارج البطوله الرواندية، باش نجيبوا لهم استاذ انجليزيه باش يعلمهم اللغه الانجليزيه. اليوم نقول انا مش لازم انت تدخل، راهو كما شفنا هلال العربي هلال السوداني راهو حاجه اكسبسيونيل يعمل فيها راي، وماهيش دوني للناس الكل باش تتقن عديد اللغات، ممكن حتى تلقى ناس اللي مختصه في الترجمه وما يتقنوش اللغات اللي يتقنها هو بالطريقه هذيك. وشفنا معناها الانترفيو حاجه غير عاديه الطريقه اللي يحكي بها، لكن المهم عندي انه اللاعب يتقن اللغه الانجليزيه.
راه اليوم في الطياره فما دي كومباني حتى بالفرنسي ما تفهمش مع ما تفهمكش راهي لوتيس والستيوارد كلام فرنسي ما تجاوبكش تجاوب كان بالانجليزيه معناتها اليوم كان اليوم نحبوا ننفستيو وإحنا في اللاعب نتاعنا التونسي اللي هي توا اللغه الفرنسيه نقراوها من التعليم الابتدائي وهذيك موجوده حتى كما يتقنهاش راهو يفهمها اما اللغه الانجليزيه واللي هي اسهل من اللغه الفرنسيه باش تقراها اليوم راهو لازم ندخلوا في نوادي نتاعنا في الفورماسيون نتاعهم اتقان اللغه الانجليزيه نخرج انا لاعب يتقن اللغه الانجليزيه نسوقوا لفرنسا لاسبانيا اللي هو راهو باللغه هذيك نشفع عليها واليوم انت اول واحد تشري جوار انا مثلوا على اللغه بالطبيعه شنو يحكي كيفاش باش تتعامل معاه كان يقول نحكي بالعربي برك ما نجيبكش تحكي بالعربي برك شنو نعرف كيفاش تتعامل معاه فما اليوم امين قلت انت الديكلاراسيون ساعات فما دي جوار يخليو الكلوب في مشكله اليوم حتى شو ما يعرفش يتكلم يقول حاجه خارج الاطار النادي كله خاطر سي ليماج دو كلوب انا اليوم حتى ديزيناسيون دي جوار اللي عم يعطيو دي انفورماسيون ولا دي ديكلاراسيون ولا في الكونفيرونس دو بريس افون ابري الماتش راهو تري امبورطون مش هما اللي تشد بريس مدروسه هو راهو مش دوره مش دوره عبد الله دوره يهز شكون هو مسؤول على ما يعرفش المستوى هذا الشيء تاع اللاعبين يعرف هذيك خير يلزمو يعرف ويلزم اللي معبيه كل يتم تلقينهم ويلزم الناس كل يتم تلقينهم مش عارف يسوس بارك انا نخرجهم للاعلام هكا هاو انت تحكي على لو نيفو بين نحكي لك حتى في تونس يا اخي باش تخرجني زوز بارك حتى من وسائل الاعلام تقلق وجدي هكا ولا يقلقوا ها؟ كلنا شاطرين. يقول لي فما شكون حتى يخرج تو خاطر مظهر يقول لك وين يمشي الكونفيرونس دو بريس نجيب معاه معمول بيه كل معمول بيه تلقى فريق يجيب لك نفس الزوز ملاعبيه نفس الزوز ملاعبيه يا خويا كل يوم وجدي بوعزي كل يوم وجدي يفك علينا عادي يقول لك قلقنا جيب لنا وجوه اخرى هكاك احنا شعب نقلقوا فيه ساره نقلقوا حتى من الملاعبيه نقلقوا كي طلعنا غنيه اثنين على ملاعبي ماذا بينا نطردوا نجيبوا ملاعب اخر باش نعملوا غنيه اخرى مثلا مدربين كيف قلقتوا منا انتم الصحفيين لا خويا انا عامل معك جو ولا صديقنا محمد سليتي ابدع البارح راه في التحليل فين سير حل المباراه في الوطنيه حل المباراه وابدع لا وحتى في ال... في ال... في, ال... في اللبس ما شاء الله عليه انيق لا محمد سيتي راه مستوى اخر بيتكوفيتش وافق على تعيين نبيل نغيز مدرب الاولمبي الباجي السابق ضمن الاطار الفني كمدرب مساعد بيان سور بيتكوفيتش عنده اطار فني خاص به لكن تم تعزيز الاطار الفني بنبيل نغيز اللي اشتغل في 2016 و2017 مع راجي فاك وجورج ليكانز ايضا كانت عنده تجربه مع كريستيان غوركوف من 2014 ل2016 يعني يعرف مليح الاجواء نبيل نغيز في الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني نبيل نغيز اللي خدم في الأولمبي الباجي من جويلية 2023 حتى نوفمبر 2023 11 مباراة تجربة ما دامتش برشا خدم في خنشلة في المولودية نصر حسين داي الثورة حسين داي في ستيف في الثورة كما قلت أنت في أحد في السعودية في المولودية مولودية وجدة مسيرة محترمة وجدي لنبيل نغيز اللي يعرفه مليح الجمهور التونسي صحيح مسيرة محترمة للمدرب ورجل كفء حقيقة معناها الناس كل معناها تعلي اللي يعرفه من قرب واللي درب عنده واللي حتى اللي كانوا مسؤولين خدموا معاه يعرفوا رجل كفء ويعرف ال تعبت ضده انت ولا كي لا طويل لا مش لا ولا في البيشي في المجموعه الاخرى في المرحله الاولى نتاع البطوله لكن الحقيقه اختيار ما ينجم يكون كان صعب شورمون فما كاستينغ صار فما اسامي كانت مطروحه شوف تعينه اكيد انه كان معناها مطروح من الفاف من الاتحاد الجزائري لكره القدم اي هو الاتحاد الجزائري اقترحوا على بيتكوفيتش عمل كيما نقولوا انت كاستينغ لكن عمل له انترفيو هذا راهو معمول به معمول في العالم اي بيان سور لي انترفيو معمولين سورمون مش كان هو واحد اثنين ثلاثه ترو دو سي عمل لهم انترفيو لانه في حاجه العنصر محلي سورمون لقاه هو شاف السي في نتاعو سي في محترم رانا عديد الفرق في الجزائر يعرف العقليه نتاع اللاعب الجزائري يعرف اللاعبين الجزائريين سورتو عقليه اللاعب الجزائري راهي تغير على عقليه اللاعبين الاخرين معناها يلزم الحقيقه شكون مع المدرب يسهل له التواصل فما نقطه مهمه وجه هي مين انه هو يتقن عديد اللغات نبيل نغيز من بين الاشياء اللي ممكن في الدوسي نتاعو كمساعد هي اللي خلت الفاف تمشي معاه انه يتقن عديد اللغات ومع اطار فني اجنبي اللي يدخل الايطاليه بربي الايطاليه هي اللي حكينا عليها البارح باش يستدعاها مين ان شاء الله ان شاء الله يكون حاضر معنا علاش لكن هو معناتها عنده تجربه كبيره
الحقيقة نبيل مش أول مرة باش يتعامل مع مدرب أجنبي، دونك هذه حاجة تخدمه لأنك تجيب أسيستون أول مرة باش يتعامل مع مدرب أجنبي، دونك ما تعرفش. خدم مع ثلاثة مدربين، خدم مع ثلاثة مدربين أجانب، مع ليكانز ومع كريستيان كوركوف، ومختلفين ومش نفس الجنسيات ومش نفس الأفكار، دونك مدرب معناها ديجا باش يتأقلم فيسع مع المدرب الجديد هذايا، وتدرج الحقيقه من الاصناف الكل، وخدم معناها تجارب كبيره كسوا في الجزائر ولا خارج الجزائر، دونك مدرب كفء وعليه اجماع حتى في الجزائر، ذري حد ما كان ضد التعيين نتاع نبيل نغيز كمساعد للناخب الوطني، اما شفنا ممكن بيتكوفيتش عمل ديكلاراسيون ما عملهاش بالفرنسي. قال هو نفهم بالفرنسية بالكدير، لكن في أول لقاء قال نحب نوصل المعلومة متاعي باللغة، حكاية ممكن باللغة الإيطالية دونك ومعاه مترجم، أما قارني نفهم فيكم وما راهو مع الجوارات باش نعرف نوصل المعلومة بالفرنسي، لكن مادام ما وصلتش في الكونفرنس دو بريس ما نتصورش باش يكون عندك التعليقة هذيك نتاع الفرنسي، دونك المساعد يكون عنده دور هام، دور هام نبيل غيز وحتى مساعد بيتكوفيتش اللي قال انهم يتقنوا عديد اللغات. عنصر محلي في الستاف عبد الستار كمان معك ضروري في منتخب الجزائر كما نبيل غيز. هو راهو ضروري مش ضروري، ماك تعرف احنا فما عقلية راهي العربية نتاع شمال افريقيا ديما نحبوا نحطوا راهو مدرب تبعنا في الستاف. انا حكيت تو ما نتصورش بالصوره اللي تحكي عليها انت تو، احنا ما نعرفش خاطر احنا في تونس المدرب المساعد في عديد الفرق وهواجد يعرف عنده مهمه اخرى غير التدريب، معني هكا ولا واش برشا مهمات اخرى كيف التدريب عنده عديد هي العقليه هذه كان في تونس في تونس لا ريت في مصر في المغرب في ليبيا في الجزائر، اي مدرب تونسي خلينا نحكي على مدربين تونسيين باش يمشي يدرب فريق عندك كارت بلانش باش تجيب ستاف كامل. في تونس يفرض عليك زوايز ثلاثة. في تونس قبل المدرب اي ما هي العقلية. الحقيقة ما دخلتش المخ. شنو معناها هنا مدرب؟ نلقى معايا دوز اجوان، نلقى بريباراتور فيزيك، نلقى هنا ستاف حاضر. والله نقول لك حاجة، والمدرب كيفاش يرضى؟ مدرب يا وجدي مدرب مثلا باسمه كيفاش يرضى انه انت تمبوزي عليه تفرض عليه اسماء؟ إذا كان فما اون بون استراتيجي من نادي ولا من نواتي اللي تعين مدرب ويكون كفء ويكون معناها ان بروجي لقدام للنادي تو ميو. لكن الامور برشا ماشيه بالغلط. هوني المدرب اذا كان يكون مدرب كفء كما قلت انت كيفاش يوافق؟ تعرفش بلا فورمولي يوافق كيفاش وعلاش يوافق؟ يخموا وقت اللي يعينوه يخموا على تنحيته. لا وقت اللي يعينوه يخموا على تنحيته، ومام تون راه في التعيين يخموا على التنحيه، يقول لك انا وقت اللي باش ننحيه هاكا عندي انا لادجوان وعندي اونترونور دي غارديان تابعيني يواصلوا باش ما تقفش الجمعيه. هي كفايه اونترونور دي غارديان توعدتي صوره جميله معناها في المدينه الفاضله صحيح يخموا بمصلحه الجمعيه من بعد التلخيص. معناتها راهو مشكل وقت اللي تجيب انا عندي صوره اخرى تجيب مدرب. ليه ماشي صوره جميله اللي عطيتها لك.